أو من الأول أول حاجة عرفت الزرار ده كده في زرار هنا كمان مرفع في زرار ده مرفع خلاص بعد كده نروح هنا أنا عندي ده بتاع الكريستال وده بتاع الديتكتور تمام أول حاجة ده بتاع الديتكتور أهو زرار الديتكتور وده اللي بيحرك الكريستال اول حاجه احنا الاثنين هنظبطهم بحيث ان هما يكونوا الاثنين عند العشرين ده وده عند العشرين بعد كده ملناش دعوه بده خالص هنسيبه زي ما هو بعد كده هنبدا نحرك من هنا نحرك ده بكل واحد درجه من 20 لحد 65 كل مره بنعمل ايه هنا احنا عاملين ستارت هيبدا يقيس لي التيار لحد ما يقف عند قيمه معينه تمام